غادي تربحي الى درتي الاجابه تكون صحيحه عندك ياسر لقيمه 30000 دينار جزائري. يلا رايحين نشوفوا الفقرات اللي بقاو عندك. لغزك يا فنان، كمل المثل، الكويز يا دراوين، وعندك شيء راه موجود في البلاتو اللي ما شفناهش البارح. يلا شو تختاري؟ تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك. واش تختاري؟ ما حصلتي؟ راه عندك بزاف. يلا لويزا سقسي بنتك بلاك اش ما تعاونك. عندك لغزك يا فنان، عندك كم المثل؟ تبغي المثل انت ولا ما تحبيش المثل؟ تعرفي شويه المثل عندك؟ اه كيفاش؟ ديرو كمل المثل. كمل المثل يلا. عاونيني شويه. جينجل كمل المثل. السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة عواشركم. كل لنا المثل اللي يقول ياكل من الشجرة. ألوغ يا عذرا، فهمتي شوية ولا لا؟ تقدري تكملي لنا هذا المثل ولا لا؟ ياكل من الشجرة. واش هو المثل اللي يبدا ياكل من الشجرة؟ أني شوفي شوفي فيا شوفي. أول مرة في حياتي شاركت في مسابقة. كيفاش؟ ما سمعتكش لويزا. ياكل من شجرة و ويقطع و يقطع. غادي يزقوا علي على بالك الشروق، غادي يقولوا لي راك تمدي لهم في الاجابه. ويقطع عفا عفا. قولي لي عاودي قوليها. كل من الشجره ويقطع عرقها. فوالا مبروك. يو 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 يو. يلا ربحتي اكسبريس ياسر اكسبريس قيمة 3 ملايين. مبروك عليك، شفتي عيطتي لنا ربحتي حاجة سهلة. سلمي بزاف على بنتك وربي يشد لك فيها. يلا نشوفوا لا ريبونس الإجابة الصحيحة. المثل هو ياكل من الشجرة ويقطع في عروقها.